ايه الغريب في البحث عن سيد مرزوق؟ وده كان ما كانش فيلم جماهيري قوي بالشكل الكبير يعني. لا ما نجحش خالص. ما نجحش خالص. ما نجحش خالص ساعتها طبعا، دلوقتي دور مش ليه ما نجحش خالص ساعتها يا استاذ؟ لانه كان مختلف قوي عن السينما السايده. بمعنى كانت السينما بصي، عشان كده فكره البحث عن سيد مرزوق اهميته بالنسبه لي انه اول فيلم فيه الاسلوب اللي انا اشتغلت بيه، اللي هو شخصيه بتدخل في مجال هي ما تعرفوش في عالم مختلف وبتعيش صراع وهي تتغير. شخصيه هي اللي بتتغير. يعني شخصيه يوسف داخلة اللي هو الموظف وبينتهي المتمرد. يعني الخبرة اللي اكتسبها في الليلة ديت غيرته. ده مش هتلاقيه في الكيت كات، مش هتلاقيه، هتلاقيه بشكل ما في الصعاليك، ان الاتنين بيتغيروا اللي هما انما هتلاقيه مثلا بعد كده في ارض الخوف بالظبط، هتلاقيه في 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 رسائل البحر، حتى في ارض الاحلام ما هي برضو هي ايوه. يعني كل هتلاقي البطل او البطله بيدخلوا في عالم جديد ما عندهمش خبره بيه، ومن خلال رحلتهم هم بيتغيروا وبيطلعوا شخصية مختلفة. يعني ممكن يكون فنيا البحث عن سيد مرزوق واحد من اهم الافلام الحقيقة في السنوات بس الأخيرة. كان متجاوز جمهور كان في حاجة ربما الناس ما كان متجاوز، يعني كان متجاوز ذائقة الجمهور. هل انزعجت انه الكيت كات نجح النجاح ده وان سيد مرزوق ما نجحش النجاح ده؟ بتزعل بصراحة لما الفيلم ما يكسبش طبعًا أو لما طبعًا ما ينجحش؟ طبعًا طبعًا تزعل طبعًا مؤكد. بس يعني أيامها ابتديت ألوم نفسي، قلت لا أنت غلطت في، بس دلوقتي قادر أفهم إيه اللي حصل. يعني زي ما بقول لك كان حاجة بعيدة قوي عن المتفرج، لو كان عدم كانت قفزة. لو عاد بك الزمن مرة أخرى تخرج البحث عن سيد مرزوق بنفس الطريقة؟ مؤكد. لا لا، الطريقة ده اللي أنا فكرت فيه زمان، قلت أنت غلطت في حاجة. إنما دلوقتي لما بفكر لا. نور زعل مثلا، الناس الكاست كله، نور الشريف نجم يعني. لا نور الله يرحمه كان راجل عاقل ومثقف وذكي وعارف، يعني عارف ايه اللي ممكن يحصل، ويمكن هو وهو بيعمل الفيلم ما كانش متوقع نجاح كبير يمكن. يعني